يعني الداعي الى الله تبارك وتعالى لا بد ان ينتبه لهذه الامور اثناء الدعوه ان يراعي الاولويات ومراتب الاعمال يعني في الدعوه والتعليم فيبدا بالاهم قبل المهم ويبدا كذلك بالكليات قبل الجزئيات كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما أرسله اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تأمرهم به شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك أو أطاعوك فأخبرهم أن الله تبارك وتعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ثم اخبره بالصيام وهكذا، فبين له النبي عليه الصلاه والسلام ان هناك اولويات ولا بد يسلك في دعوته يعني في دعوة الناس هذه المراتب، يعني ما ينتقل الى الادنى حتى يعني يفرغ من الـ من الـ من الاولى والاهم، فبدا بدا معه بالتوحيد ثم الصلاه.